تقارير دولية ومحلية صادمة تكشف الستار عن حجم الانتهاكات في اليمن. كيف تحول التحالف من المنقذ إلى القاتل الأول في اليمن؟ أين ستصل التحقيقات والدعوات للمساءلة الدولية؟ وما هو موقف الشرعية من جرائم التحالف؟ أهلا بكم. التحالف العربي على رأس قائمة منتهكي الحق في الحياة خلال العامين الأخيرين، هذا ما تقوله المنظمات الحقوقية بدءا بالمفوضية السامية مرورا باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وصولا إلى تقرير لمنظمة سام كشف عنه النقاب اليوم. لماذا تحول التحالف العربي من منقذ لليمنيين الهاربين من جحيم الميليشيا إلى يد آثمة تخطف أرواح الضحايا قبل أن تمتد إليهم سكين المجرم؟ هل تحول اليمن إلى مضمار لسباق القتل وهدر الحقوق بين الحوثيين والتحالف؟ كان المساء اليمني قد تناول قبل يومين تصاعد وتيرة الرفض الشعبي لقوات التحالف العربي في المناطق المحررة. لماذا؟ هل أدرك اليمنيون وقوعا في فخ الخديعة؟ وصار لسان حالهم كالمستجير بعمر عند كربته، كالمستجير من الرمضاء بالنار. بات الحديث اليوم يدين جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن على خلفية ارتكابهم جرائم استهداف قتل المدنيين وعدد من الانتهاكات. دعوات المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحالف العربي لإبداء شفافية أكبر في قواعد الاشتباك التي يتبعها باليمن لا تمضي بمعزل عما يحدث في البلد وما تؤكده تقارير المنظمات عبر راصديها. تغير مجرى الحديث إذن، ومعه تغيرت مواقف الدول والمنظمات الفاعلة، لكنه لم يعد حديثا عابرا، بل بدأت الأرقام تشهد هي الأخرى عن طبيعة الجريمة ومرتكبيها. بحسب منظمة سام، فإن التحالف العربي يأتي في مقدمة الجهات التي ارتكبت جرائم القتل خلال العام الماضي 2017 بواقع 894 جريمة، أي بنسبة 45%. يليه ميليشيات الحوثي بعدد 797 بنسبة 41%. فيما أورد تقرير للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أن عدد ضحايا ميليشيا الحوثي من المدنيين بلغ 195 قتيلا، فيما بلغ عدد ضحايا التحالف 197 قتيلا، أي بزيادة 2 عن ميليشيا الحوثي. بحسب الإحصائيات هنا، فقد فاق سجل التحالف رصيد ميليشيا الحوثي في سباق استهداف المدنيين خلال الآونة الأخيرة. فإذا كانت الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين تجعل منهم مجرمي حرب، فكيف تحول دور التحالف من منقذ إلى القاتل الأول في اليمن؟ إذن مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة البراء شبان الناشط الحقوقي والسياسي من لندن عبر سكايب، وسينضم معه آخرنا عبر الهاتف. بداية مساء الخير براء. لا أسمعك جيدا براء، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، سأحاول أن أضع عليك السؤال. تقارير محلية ودولية تتحدث عن أرقام مفزعة لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، برأيك هل تحولت الحرب في اليمن من حرب لإنهاء الانقلاب إلى حرب لإنهاء البلد والشعب؟ تحياتي لك، أتمنى أن الصوت الآن واضح. نعم الصوت واضح. بالنسبة لارتفاع حصيلة الانتهاكات، أنا أعتقد أنه أولا يأتي كنتيجة مباشرة لاستمرار الحرب لأكثر من 3 سنوات. إطالة أمد الحرب بهذه الطريقة بالتأكيد ينتج عنها استمرار في سقوط المدنيين ومزيد من الأخطاء، ثم يرافقه الاستمرار بنفس الخطأ. الإشكالية الثانية، أنا أعتقد أن الاستراتيجية التي يتبعها قوات التحالف منذ فترة طويلة
لا تقتصر الضربات فقط على المناطق التي تعتبر مناطق اشتباك او جبهات قتال، نعم يعني مثلا في جبهة نهم او جبهة ميدي او في الحديدة في الساحل الغربي في المناطق الاشتباك، بل تمتد الى مناطق واسعة جدا. كثير من هذه المناطق تكون مدنية ممتلئة بالسكان، وتستمر الضربات لعدة أيام حتى يسقط فيها مدنيين، ثم تخف الضربات بعض الأحيان عندما يزداد الضغط الدولي والضغط الشعبي حول سقوط المدنيين، ولكن الاستراتيجية على المدى الطويل هي ذاتها. ليس هناك فقط اقتصار الضربات على المناطق التي فيها قتال حتى يمكن المدنيين من النزوح أو الهروب من مناطق القتال ويكونوا آمنين في مناطق في مناطق أخرى. النقطة الثالثة والمهمة هي نعم أن نوع السلاح الذي يستخدمه التحالف هو سلاح كبير. ميليشيات الحوثي تعتبر أكبر من ناحية تعدد وطبيعة انتهاكاتها، نعم لكن السلاح الذي يستخدم وهو سلاح الطيران عادة هذا السلاح كبير، يعني أخطائها بتكون بالتالي أيضا كبيرة. نعم إذا في تقرير منظمة سام يقول جاء التحالف العربي في مقدمة الجهات المنتهكة للحق في الحياة. اسمح لي أن أقرأ عليك بعض الأرقام وعلى السادة المشاهدين. بعدد 894 جريمة قتل، تليها قوات ميليشيا الحوثي بعدد 797 جريمة قتل. وفي تقرير، طبعا هذا التقرير منظمة سام كان في على مدى عام 2017. تقرير اللجنة الوطنية الأخير الذي هو 6 أشهر منذ فبراير وحتى يوليو أظهر أن القتل المدنيين من طرف التحالف يزيد قليلا أو يساوي قتل ميليشيا الحوثي. كيف وصل التحالف إلى هذا المستوى من أن يفوق ميليشيا جاء لإنهاء انقلابها والآن يصبح يفوقها في انتهاكات الحق في الحياة بحسب أرقام التقارير؟ طبعا أولا أنا أريد أن أوضح نقطة مهمة، لأن الآن احنا بدأنا ندخل في تفاصيل مهمة. فيما يتعلق بالاستهداف أو عندما يقال جرائم قتل، هذه لا تطلق إلا إذا كان هناك دليل أن هذا الاستهداف كان بطريقة ممنهجة عن قصد، أو كان هناك استخدام مفرط للقوة عن قصد كذلك. نعم وهذه النقطة التي هم بس يعني إذا أخذنا مثال الذي هو مثلا الباص الذي سقط فيه عدد كبير من الأطفال، أطفال نعم قد يكون هذا مثال أن هناك لم يكن كان هناك استخدام مفرط للقوة في منطقة سكنية، ولكن في عداها من الحالات لا زال حتى الآن كل الألفاظ التي تستخدم في التقارير حتى الأمم المتحدة لا تتهم التحالف مباشرة أنه استهداف ممنهج أو أنه استهداف عن قصد، لأن أنت تدخل الآن في تعريفات قانونية مهم جدا للمشاهد أنه يتبعها. أما السبب، أنا أعتقد أنه السبب ببساطة، لأنه نحن ندخل الآن أكثر من يعني الآن نحن بقرابة العام الرابع من الحرب، وليس هناك آليات واضحة للحد من مناطق الصراع، والاستراتيجية مرة أخرى التي يتبعها التحالف استراتيجية لا تقلل من عدد المدنيين الذين يسقطوا، سواء إذا اعتبرناها عن غير قصد أو إذا كان هناك استخدام مفرط للقوة. نعم أنا كمتابع أستاذ براء أو كمواطن عادي، يعني في نهاية الأمر لن تفرق معي هذه التفاصيل التي تستخدمها الأمم المتحدة أو المنظمات الحقوقية عن قصد أو بقصد. في نهاية الأمر أنا أجد عدد من المدنيين يتوفون أو يعني يموتون بطريقة هي بالنسبة للإنسان العادي هي قتل، يعني سواء كان بقصد أو بغير قصد. في نهاية الأمر هناك أرقام معينة ينتهي فيها اليمنيون. يعني هذه الحرب للأسف الشديد كلما طال أمدها فعلا وجدنا أن هناك أرقام أعلى، ضحايا أكثر، وللأسف الشديد لا مساءلة، لا يعني ضغوطات على الأقل تقليص هذا العدد. نجد أنه يزداد يوما بعد يوم.
أصلاً المشكلة أستاذ عاصي، نحن الآن نبدأ ندخل في الجانب الآخر من الجانب الآخر من المشكلة. اليمنيين خياراتهم الآن صعبة، إما أنهم يطلبوا من التحالف أنه يترك اليمن، نعم ومعناتها أنه جماعة الحوثي قد تفتك باليمنيين مثل ما فعلت بالسابق، ولا زال بإمكانها أن تقوم بذات الدور، أو أنهم يقرروا الاستمرار في هذا التحالف وتحمل كل التبعات. طبعا نعم هذا لا يعفي التحالف ولا يعفي الحكومة اليمنية عن مسؤوليتها القانونية ولا مسؤوليتها الأخلاقية أو حتى الوطنية تجاه المدنيين. لكن مرة أخرى المشكلة أنه لا توجد هناك حرب نظيفة. إذا وجدت كل الحروب التي خوضت في المنطقة، سواء كانت من قبل دول تحترم القانون الإنساني الدولي أو لديها رصيد جيد في احترام حقوق الإنسان، أو دول لديها رصيد كبير من الانتهاكات، كانت هناك يعني سقوط مدنيين بكميات كبيرة جدا. الحل الوحيد أمامنا أنا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك آلية للإسراع من الانتهاء من هذه الحرب. يعني من غير المنطقي ان يطلب من اليمنيين اننا نستمر في الدخول، وبسبب وجود الحوثيين يعني يفرض علينا اننا ندخل في حرب الى ما لا نهايه. انا اعتقد هذه الاشكاليه. خيارات اليمين للاسف سيئه، وكلما طال امد الحرب بالتاكيد سيسقط مدنيين. يعني نعم، إذا اسمح لنا أستاذ براء أن ينضم معنا عبر الهاتف توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات من فيينا. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور لك ولضيفك ولجميع مشاهديكم قناتكم الكريمة. أهلا بك أستاذ توفيق. إذا أرقام الضحايا تكاد تتساوى بين طرفين يغلون في الدم اليمني حسب تقرير منظمتكم ميليشيا الحوثي والتحالف، كيف يمكن أن نفهم هذه الأرقام؟ ببساطة هنالك أطراف غير ملتزمة بالقانون الدولي ولا تحترم أيضا قواعد الاشتباك المتعلقة باستهداف المدني. التحالف خلال عام 2017 ما يقارب من 150 غارة جوية التي رصدتها منظمة سام، كثيرا منها للأسف الشديد استهدف أسواق شعبية، استهدف منازل في مناطق بعيدة عن ساحة المواجهة وبعيدا عن نقاط التماس وبقوة مفرطة كبيرة جدا. وهذه مرصودة سواء في تعز، سواء في صنعاء، سواء في حجة إلى غير ذلك. أمامنا أيضا جماعة منفلتة لا تراعي للقانون الدولي ولا تراعي ايضا البعد الانساني لهذه الحرب، وبالتالي راينا الهجمات العشوائيه خاصه على محافظه تعز والبيضه وغيرها من هذه المناطق. وجماعه الحوثي انا اعتقد انها ربما انتهكت كافه الحقوق المتعلقه بالانسان كما شملها التقرير. التحالف للاسف الشديد ما زالت إشكالية في الغارات الجوية بدون وجود آلية واضحة للتقليل من هذا الاستهداف. رفع التحالف نسبته في عام 2017 إلى هذا العدد المهول الذي رصدته المنظمة. هذا الرقم أستاذ توفيق، يعني 894 حالة سجلت ضد التحالف تليها قوات ميليشيا الحوثي بعد 797 جريمة، ما الذي جعل التحالف ينافس ميليشيا الحوثي التي أتى أساسا لإنهاء انقلابها ولحقن دماء اليمنيين؟ أنا أعتقد إطالة أمد الحرب 4 سنوات إلى اليوم والحرب تدخل من طور إلى طور، أعتقد حدث هنالك حالة من إرباك في ترتيب الأولويات، حدثت هنالك أيضا حالة من الإرباك في تحديد الأهداف للأسف الشديد، جعلت هذه الأخطاء التي يسميها التحالف العربي ترتفع بصورة كبيرة، لأنه الغارة الجوية ربما يكون ضحاياها في بعض الأحيان يصل إلى 50، يصل إلى 40، يصل إلى 30، وهي خاصة في المناطق المكتظة بالسكان للأسف الشديد. والتحالف في أكثر من مرة، ليس منظمة رفقت بل أعتقد كثير من المنظمات، طالبت التحالف في أكثر من مرة مراعاة قواعد الاشتباك، تجنب ضرب المناطق المأهولة والمزدحمة في السكان كما حدث أخيرا
في صعدة، وقبل ذلك كانت في صنعاء إلى غير ذلك. لكن أعتقد لا ندري ما هي السبب، يعني إلى الآن التحالف لم يغير استراتيجية القصف، وإن كنا نتوقع أن عام 2018 سيكون أقل، لكن ما زالت الحدة مرتفعة، لأننا إلى حد اليوم راصدين ما يقارب 85 غارة، وهذه إشكال يعني أصابت المدينة، وهذه إشكالية كبيرة. نعم، وحسب تقرير يعني اللجنة الوطنية لتحقيق في دعاية حقوق الإنسان 6 أشهر منصرمة، ظهر التحالف بعدد أكبر من الحوثي بقليل. اسمح لي ابقى معنا أستاذ توفيق، استمع لتعليقك أستاذ برا. أستاذ برا، يعني هناك مطالبة للتحالف من أكثر من منظمة دولية ومحلية مراعاة قواعد الاشتباك، لنقل أننا لا نستطيع التفاهم مع ميليشيا الحوثي بحكم أنها لا تراعي أي قواعد للاشتباك ولا أي قواعد دولية ولا لديها أي قوانين من أساسه، ولكن التحالف يعني يفترض أن يكون على قدر عالي من المسؤولية، خصوصا أنه يعني يمكن مساءلته بحكم أنه يعني منظمة واضحة أو دول واضحة يجب أن تلتزم بقوانين الحروب والقوانين الإنسانية في الحروب. برأيك لما لم يتم مراعاة هذا الأمر ولم تحدد أساسا آلية واضحة للتحالف؟ نعم، أعتقد أولا الواضح أن هناك إشكالية التي أعتقد حتى ذكرها الأخ توفيق، هي أن كثير من الضربات تمتد إلى مناطق مكتظة بالسكان. نعم. وهذه المناطق مناطق بعيدة عن مواقع الاشتباك، يعني ليست هناك حاجة عسكرية طارئة لاتخاذ مثل هذه الضربات. طبعا المبرر أن هناك موجود حوثيين أو موجود مقاتلين حوثيين منتشرين في مناطق كثيرة من اليمن، لكن مرة أخرى، أولا المسؤولية تقع هنا على الحكومة اليمنية، يجب أن تكون هناك سياسة واضحة من قبل الحكومة اليمنية تطلب فيها من التحالف وقف كل الضربات التي هي في المناطق السكنية، وحتى إن كان فيها حوثيين وحتى إن كان سيكون هناك تبعات بعد ذلك على 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 سير المعركة. المسؤولية الثانية طبعا على قوات التحالف، يعني عندما أنت لديك أكثر من 3 سنوات ويسقط المدنيين بهذا العدد وليس هناك آلية واضحة بالنسبة للمواطن اليمني في كيفية تقليل عدد الضحايا، ولا يلمس المواطن من أن هناك فرق، يعني إذا كان قريب من مواقع الاشتباك فهو قد يكون ضحية، أو إذا كان بعيد أو إذا كان حتى في وسط مدينة، فيصبح بالنسبة له كل المسميات التي احنا الذي ممكن الحكومة اليمنية تنادي بها، سواء أنه هو لاسترداد استرداد الجمهورية والحقوق المدنية والدفاع عن هذه كلها تصبح معاني لا قيمة لأنه بالنسبة للمواطن ما في فرق، هو سواء بعيد من مواقع الاشتباك، بعيد من الحوثيين، قريب من الحوثيين، قد يكون عرضة لأن يكون ضحية بقصف طيران التحالف. فمرة أخرى أعتقد أنه النقطتين التي يعني نتفق فيها هي إطالة أمد الحرب، والنقطة الثانية هي استمرار الضربات في المناطق المدنية التي هي بعيدة عن مناطق الاشتباك. نعم، إذا عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، يعني هناك العديد من الضربات الخاطئة والتي تقتل من المدنيين أرقام غير عادية، يتنكر لها التحالف في البداية ثم يعود ليعترف بوقوعه في هذا الخطأ المميت، ولكن ويقول بأنه سيشكل لجنة للتحقيق ومحاسبة من تسبب في ذلك. يعني ربما استمعنا لمثل هذا الحديث أو مثل هذه اللجان أكثر من مرة، آخرها هو ما حدث في صعدة لباص الأطفال الذين قضوا فيه، ولم نجد أي نتائج لهذا التحقيق ولم نجد أي محاسبات لمن تسبب في ذلك. برأيك لما يتم التهاون بالدم اليمني بهذا الشكل؟ أعتقد أن هنالك حالة إرباك واضحة. اليوم الحكومة اليمنية موحدة، يعني محيدة تماما، ربما نستطيع نقول أنها مصلوبة القرار.
هنالك ايضا حتى في بعض الاحيان اصبح قرار الحرب ووقف الحرب لا تمتلكه الحكومه اليمنيه. التحالف العربي للاسف الشديد يخطو خطوه الى الامام وثلاث خطوات الى الخلف. ربما يحس التحالف العربي بانه محاصر على المستوى الدولي ويخشى من اي تبعات قانونيه في المستقبل. التحقيقات التي أجراها التحالف العربي المحدودة، وأركز عليها المحدودة، مثل باص صعدة أو الغارة التي حدثت في المخا إلى غير ذلك، يكتفي ببيان فقط دون أن يذهب أكثر من ذلك إلى تعويض الضحايا، إلى الاعتذار، إلى 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 آخره، بحيث يشعر اليمنيون بأن هنالك خطوات جدية وحقيقية للاعتراف بهذا الخطأ وتعويض الضحايا عما حدث لهم. أنا أعتقد اليوم التحالف وقع في هذه الإشكالية، إشكالية اليوم المأزق الدولي جعل التحالف العربي محشور في زاوية ضيقة، ولذلك لاحظنا حتى في تحقيق باص صعدة أن حالة الإرباك كانت واضحة، يعني في البداية حالة الإنكار وأنه كان هدفا مشروعا يستهدف قيادة حوثية، ثم بعد التمديد الدولي والتقارير الدولية وتقريره رأينا أنه يعترف ويعطي مبررات وإن كانت غير مقنعة 100%، لكن أعتقد أن التحالف اليوم مطالب بأن يخرج من هذا المأزق ويتعامل مع ما يحدث من أخطاء طيرانه بروح المسؤولية الإنسانية بالدرجة الأولى، والدرجة الثانية وفقا للقواعد القانون الدولي يذهب أكثر من ذلك للتعويض الاعتراف إلى غير ذلك. لأنه أنا اليوم في حقيقة لا نستطيع أن نقول بأن هنالك حكومة يمنية حقيقية قادرة اليوم أن تؤثر في مسار هذه الحرب أو قادرة على أن تضغط على التحالف العربي. اليوم الموجود في الميدان القادر على أن يؤثر في مثل هذه الانتهاكات هم الناشطين الحقوقيون ومنظمات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، لكن أيضا التحالف قادر أن يتعامل بروح أكبر من المسؤولية ويخرج من الزاوية التي وضعه في المجتمع الدولي والخوف من المسار القانونية، ويذهب في مسارات قانونية أكثر من ذلك يمكن أن 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 تذهب إلى أفق أكثر من الحشرة الذي موضوع هو فيها. نعم، إذا أستاذ توفيق، بخصوص مرتكبي هذه الجرائم التي أظهرتموها في تقاريركم والتي تظهر أيضا في العديد من التقارير، سواء حوثيين، قيادة التحالف السعودي والإمارات، أيضا الحزام الأمني والحكومة الشرعية وجميع من تسبب بارتكاب أي جرم، هل سيتم ملاحقتهم جنائيا لتأخذ العدالة مجراها، أم أن هذا كله يعني سينهار في خضم أي اتفاق سياسي؟ لا، هو هذا المفترض، بأن أي انتهاكات لحقوق الإنسان في أي أرض في أي مكان لابد أن تتبعها مساءلة قانونية، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الجنائي الدولي. ولاحظنا في كثير من الحروب أنها تنتهي بمحاكمات أو تنتهي بعدالة انتقالية إذا تم الاتفاق بين الفرقاء السياسيين للانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلم وإحداث مصالحة شاملة يتجاوزون بها آثار الماضي ويحفظون حقوق الضحايا ويعملون على جبر الضرر. لا، في النهاية لن يفلت أحد من المسؤولية القانونية، سواء كما ذكرت لك أو سيذهب الناس إلى مساءلة أو عفوا إلى عدالة انتقالية يتجاوزون فيها آثار الماضي، لكن في النهاية يبقى حقوق الضحايا محفوظة ويبقى الجاني متهم في كلا الحالتين. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. عودة إليك أستاذ براء. أستاذ براء، يعني المشهد السياسي والعسكري لم يتغير كثيرا، وخاصة بعد فشل مشاورات جنيف أو تعليقها، لكن ما يعني المتغير الوحيد هو سقوط الضحايا المدنيين من جميع الأطراف. يعني ما الذي أوصل الوضع إلى هذه الحالة؟ جمود في مسارين عسكري وسياسي وحراك دائم في مسار الدم. طبعا، أولا خليني أعقب بشكل سريع على موضوع ال 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 سواء الملاحقة الجنائية والعدالة الانتقالية. نعم.
هنا تأتي أهمية الذي أنا ذكرت لك في البداية، مسؤولية أنه إثبات أن الانتهاك تم عن قصد، وهذه هي دائما إشكالية الحروب. مثل هذه الحروب، أنه تكون هناك مهمة صعبة جدا على إثبات أنه كان هناك إما ارتكاب انتهاك عن قصد أو كان هناك إفراط في استخدام القوة. إفراط في استخدام القوة ونتج عنه مثل هذه الانتهاكات. عادة إذا تمت بتسوية سياسية، للأسف ليس هنا التجارب الدولية ليست لديها رصيد جيد من إنصاف الضحايا، لكن قد يكون العدالة الانتقالية مدخل على الأقل لحفظ حقوق الضحايا، بحيث أنها تبقى حقوقهم على المدى الطويل، ويتم الاعتراف والاعتذار ومحاولة تجاوز آثار الحرب. بالنسبة لسؤالك، أنا أعتقد أنه المجتمع الدولي للأسف الشديد بطريقة تعامله مع كل الملف اليمني لا هو الذي استطاع أن ينجز حل سياسي على الطاولة، ولا هو الذي سمح بأن تتم حسم معركة على الأرض. فدخلنا في دوامة طويلة، وكان أبرز مثال ما حدث مع وضع مدينة الحديدة. كان هناك اقتراب للحسم، اقتراب الحسم عادة هو من المفترض أن يكون شيء جيد لأنه ينهي الأزمة الإنسانية بشكل سريع، لكن تم إيقاف العمليات بالضغط الدولي كبير جدا، نتج عنها الآن أزمة إنسانية متفاقمة. إذا الآن حتى عندما يتم التحرير، التبعات فقط النازحين مثلا لوحدها ستكون تبعات كبيرة، يعني أزمة كبيرة لحالها يعني. فللأسف الشديد التعامل مع الملف اليمني بهذه الدرجة من الاستخفاف، ليس هناك أولوية لوضعنا كيمنيين، بل دائما محاولة حشرنا ما بين نفوذ إقليمي وصراع إقليمي ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، وعدم تصدر الحكومة اليمنية للمشهد أننا نخوض معركة وطنية وأن هي من تتحمل المسؤولية وعليها إنجاز مهمة التحرير وحماية المدنيين. هذه كلها يعني خلطت الأوراق وجعتنا في هذه الحالة التي هي لا هي حالة حرب تنتهي ولا حالة مفاوضات وتنتهي بحل سياسي. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ براء أن ينضم معنا القاضي طاهر الفائق، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في دعاية حقوق انتهاكات حقوق الإنسان من الكويت. مساء الخير سيادة القاضي. مرحبا، اهلا وسهلا، حياكم الله. اهلا بكم. تقريركم الصادر قبل ايام اورد ارقام من متساويه تقريبا بين ضحايا التحالف وميليشيا الحوثي، 197 قتلتهم الميليشيا التحالف مقابل 195 قتلتهم الميليشيا. يعني هل اصبح الكل متساوون في سفك دم اليمنيين بهذا الشكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اشكركم وأشكر قناة بلقيس على تفاعلها بما يتعلق بتقارير اللجنة أو بالشأن الحقوقي بشكل عام. أما فيما يتعلق بسؤالك من ناحية الأرقام، فالجزئية التي ذكرتيها هي فيما يتعلق بانتهاك وحيد وهو استهداف المدنيين. ونقيم ما رصدته اللجنة من واقع الرصد الميداني الحقيقي عبر رافدين المنتشرين في كل محافظات الجمهورية. ونحن عندما نرصد أي قضية لا نعنى بمن قام بهذا الانتهاك بقدر ما ننسب هذا الانتهاك لمن فعله من أي طرف، وبالتالي هي نتيجة حتمية لواقع ما هو موجود على الأرض. نعم. إذن يعني أنا نعم هذا الرقم الذي أنا ذكرته هو فقط في مجال قتل المدنيين، وتنوعت القضايا الأخرى. نعم، هناك زراعة الألغام، هناك الاختطاف القسري، هناك التعذيب، هناك تجنيد الأطفال، أكثر من حالة تم التحقيق فيها. يعني أود أن أسألك، ما هي فائدة التقارير إذا لم تساهم في تقليص الانتهاكات والدفع المنتهكين لاحترام القوانين الإنسانية بالضغط عليهم من قبل المجتمع الدولي؟ الحقيقة أن التقارير هي تبيان للحقائق في حقيقة الأمر، وهي نتاج عمل أي لجنة سواء كانت دولية أو وطنية، وبالتالي هو إظهار ما توصلت إليه للرأي العام المحلي أو الرأي الدولي. وفي حقيقة الأمر أنه لا توجد أي حرب نظيفة دائما، فالحروب عادة
لا بد أن يسقط فيها مدنيين سواء من هذا الطرف أو من ذاك، أو يتسبب به هذا الطرف المشارك أو ذاك. وبالتالي فنحن نرصد الانتهاكات أولا لعملية ما ذكرته من الحد من تكرار مثل هذه الانتهاكات، أو لضمان حقوق الضحايا عند الوصول أو ما يصار إليه بالعدالة الانتقالية، وهي خلاصة أو نتيجة لأعمال أي لجان أن يصلوا إلى مسألة التعويض أو جذر الضرر، أو أيضا محاسبة المتسببين الذين قاموا بهذه الانتهاكات. يعني هل يمكن ذلك مستقبلا محاكمة المتسببين، خاصة وأننا نعلم أنه بمجرد أي اتفاق سياسي تلغى الجرائم المحمولة لهذا الطرف أو ذاك دون مراعاة حقوق الضحايا وجبر الضرر أيضا؟ بالنسبة لنا قد حسمها القرار الجمهوري رقم 50 لسنة 2017، والذي ألزم اللجنة بإحالة الملفات التي تم الانتهاء من التحقيق فيها إلى النائب العام تمهيدا لتقديمها إلى المحاكمة وفقا للقضاء الوطني. وبالتالي فمعايير ما يسمى بانتهاء مصالحة أو قيام عفو في حينه، هذا تحكمه القوانين الوطنية المتعلقة بهذا الشأن، وما فيها من صلاحيات للسلطات سواء السلطة التشريعية أو لرئيس الجمهورية، أو ما يتعلق بمبدأ العدالة الانتقالية الذي يؤول إلى جبر الضرر والتعويض. نعم، ذكرتم في بداية التقرير سيادة القاضي أنه لم يتم مساندتكم مساندة حقيقية من قبل مجلس حقوق الإنسان في جانب الاستشارات وفي جانب الدعم الذي يجب أن يتوفر لكم. ما هي الصعوبات التي واجهتكم أثناء أدائكم لمهمتكم؟ حقيقة أن مجلس حقوق الإنسان ألزم المفوضية السامية باعتبارها الأداة التنفيذية للمجلس بتقديم الدعم في 4 مجالات، في بناء القدرات، وفي مجال الخبراء والاستشارات، وفي الدعم الفني واللوجستي، ولم نشهد من تنفيذ هذه القرارات المتعلقة بالمجلس سوى 4 دورات متعلقة بالأعضاء والراصدين، وهي دورات بسيطة لا تضيف قدر كبير إلى مفهوم أو ما يتعلق بأساليب التحقيق المتطورة أو التجارب المشابهة في اللجان الأخرى، فكانت كأنها عملية إسقاط واجب بجزء يسير، وفي الأخير يقال أنه تم دعم اللجنة. بينما ذات القرار هو الذي أنشأ فريق الخبراء، وهو القرار 31 و36، وحظي فريق الخبراء بدعم منقطع النظير من قبل المفوضية فيما أغفلت الدعم الواجب عليها بموجب القرار للجنة. نعم، إذن شكرا جزيلا لكم القاضي طاهر الفائق عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة إليك أستاذ براء. أستاذ براء، يعني مسألة يعني تقديم الملفات للنيابة العامة مستقبلا لبدء محاكمتها، هل تتوقع أن يعني إذا فيما انتهت هذه الحرب أنه فعلا ستتم مساءلة مرتكبي هذه الجرائم، رغم أننا نعلم أن التقرير أورد الحكومة أيضا، أورد جهات من في التحالف عديدة، أورد الحوثيين، وكذلك أورد الحزام الأمني والجماعة المتشكلة والتابعة للجيش الوطني؟ يعني أنا أحاول هنا أكون بقدر ما أكون حقوقي، يجب أن نكون أيضا واقعيين ومنطقيين، بحيث أن احنا ما نرفعش سقف المشاهد ولا وتحديدا الضحايا، لأنه للأسف يتم وعد الضحايا عادة بوعود كبيرة جدا ثم لا يتحقق منها شيء. اللجنة الوطنية لديها ولاية التحقيق، وهذا شيء مهم، معناته أنها ليس فقط تصدر تقارير، ليست فقط عليها مهمة أنها تبين إلى حد ما الذي حدث، بل أنها تحقق في كل حادثة بشكل منفصل. كون أنها تحيلها بعد ذلك إلى النائب العام، هذه خطوة مهمة، يعني أنه على الأقل للضحايا حقوقهم المدنية والجنائية محفوظة. بعد ذلك يتم التعامل معها، إما سواء عن طريق عدالة انتقالية، والعدالة الانتقالية بحيث أنها تحفظ حقوق هؤلاء الضحايا وذويهم
وتخلد في الذاكرة الوطنية، أو أنه يتم تصل إلى أبعد من ذلك وهي حالة محاكمات وغيرها. ولكن المهم في هذه الحادثة، في هذه الحالة، أنه تكون حقوقهم محفوظة، بحيث أنهم بعد ذلك هم يقرروا ماذا يريدوا من 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 هذه من هذا الإجراء، وماذا يريدوا من هذا التحقيق. نعم. القانون العام طبعا يقول ان الجرائم لا تسقط بالتقادم، والانتهاكات من هذا النوع لا تسقط بالتقادم، لكن مرة أخرى حتى اللجان التي شكلتها الأمم المتحدة في كثير من الحالات ليس لديها رصيد جيد فيما يتعلق بتتبع الإجراءات، وخصوصا عندما تنتهي الحروب بحالة من الاتفاق السياسي. نعم. إذن كيف تقيم أستاذ برام موقف الحكومة من هذه الجرائم، سواء يعني خاصة التي تأتي من طرف التحالف، إذا ما قلنا أنها ذاتا ضد ميليشيا الحوثي؟ للأسف مرة أخرى، يعني الحكومة، أنا عارف أن البعض يقول أنه لا، هي ليست موجودة. لا، الحكومة اليمنية عندما تريد أن تقرر في بعض الأمور هي تقرر، لكن للأسف الحكومة لا زالت لا تنظر أن من أولوياتها خلينا نقول الانتهاكات التي تقع على المواطن اليمني، وهذا يأتي بسبب أنه العمليات العسكرية تأتي الآن في مقدمة أولوياتها، ويتم تأجيل هذا إلى ما بعد. وأنا متأكد أن كثير من الذي داخل الحكومة اليمنية يقول بعد سيكون في عدالة انتقالية، ستكون مصالحة، بعد سنحاول أن نحقق، ولكن الآن يجب أن ينتهوا من العملية العسكرية. إشكالية هذا النظرة بهذه الطريقة أن تفقد المواطن اليمني أصلا ثقته بهذه الحكومة، إذا كانت الحكومة أصلا لا تراعي حقه الأساسي وهو حقه في الحياة. فللأسف أنا أعتبر أن الحكومة اليمنية مقصرة جدا في مسؤولياتها، ومرة أخرى يجب أن لا يتم إسقاط المسؤولية عن الحكومة اليمنية كون أنه ونحملها على أطراف ثانية. نعم، لكن هل يعني هي فعلا غير قادرة على اتخاذ أي قرار، أي على الأقل يعني حتى لا نجد أي بيانات ضد هذه الانتهاكات، يعني وكأن من يموتون ليسوا من شعبها ولا ينتمون إليها ولا كأنها سمعت بشيء؟ صحيح، يعني هذه الإشكالية على الطرف الذي يقول أنه شرعي أنه يمارس مهامه بمسؤولية، بحيث أنه يجعل المواطنين اليمنيين يشعروا أنه يشعر بآلامهم، يكون متواجد معهم لحظة بلحظة، لا تمر انتهاك وانتهاكين وثلاثة وكأنهم لم يسمعوا بها. النقطة الثانية والمهمة، الحكومة اليمنية يجب عليها أن تطلب من التحالف أنه يوقف العمليات على المناطق اللي هي مكتظة بالسكان، هذه مناطق بعيدة عن الاشتباك، يعني أنت لا تطلب من التحالف شيء مستحيل أو صعب التنفيذ. هناك مناطق معينة للاشتباك، على الأقل في مناطق الاشتباك المدنيين يعرفوا أنها مناطق اشتباك، يتم تجنبها. إذا وقعت أخطاء ممكن أن نتفاهم أن هناك أخطاء في هذه المناطق، لكن مناطق بعيدة عن الاشتباك مسؤولية الحكومة بشكل واضح أن تطلب منهم، ما دام أن هناك ارتفاع بالكلفة المدنية بهذا الشكل، سقوط المدنيين، يجب عليهم وقف العمليات في هذه المواقع. مرة أخرى، أنا لا يمكن إسقاط المسؤولية عن الحكومة اليمنية. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ براء أن ينضم معنا عبر الهاتف هاني الأسدي، رئيس منظمة حقي لدعم الحقوق والحريات من جنيف. مساء الخير أستاذ هاني. مساء النور، أهلا وسهلا بكم وبضيفك الكريم والمشاهدين. أهلا بك. بداية أستاذ هاني، ما رأيك بالتصريح المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم والتي أدانت التحالف في اليمن ودعته إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقواعد الاشتباك فيه؟ جاء تصريح اليوم المفوضة الجديدة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان في سياق كلمتها التي يدلي بها المفوض دائما في كل دورة. حقيقة أن موضوع ضرورة أن تقوم السعودية بإجراءات أكثر شفافية في قواعد الاشتباك هو موضوع يعني ليس بالحديث،
طالبت به عدد من المنظمات، واعتقد ان التحالف العربي قام بهذه الشفافيه نوعا ما، ليس بالقدر المطلوب، ولكن اعتقد انه كان بقدر ما. حقيقه لابد ان تقوم الحكومه الشرعيه بالضغط اكثر في سبيل انجاز هذا الشيء، واعتقد ان هذه مقدمه استباقيه ايضا تاتي في قبل مناقشه التقرير الصادر عن لجنه الخبراء الذي سيناقش في هذه الدوره لمجلس حقوق الانسان، والذي ستعقد له حلقة نقاش خاصة لكي تتم مناقشته. وأعتقد أن هناك ستكون ضغوط كبيرة على التحالف وعلى الحكومة الشرعية في سبيل وجود وضوح أكبر. حقيقة أن الحوثيين هم الطرف الأكبر المنتهك لحقوق الإنسان في اليمن، ولكن لا توجد ضغوط حقيقية عليه بالشكل الكبير. الضغوط الأكبر التي تمارسها دائما الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وأيضا المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي على التحالف بكونه مؤسس، بكون عمله يقوم على المؤسساتية، وبالتالي لابد من التوضيح بشكل أكبر في محاسبة الأخطاء التي يقوم بها. وأعتقد أن هذه المحاسبة ستشكل مدخلا للضغط كثيرا على دول التحالف كما أسلفت في سبيل وجود صلاحيات أكبر لفريق الخبراء المشكل في سبتمبر من العام المنصرم. نعم، إذن لكن المدنيون في اليمن يموتون يوميا، وحتى اليوم أستاذ هاني، هل حجزت المنظومة الدولية عن حماية هؤلاء المدنيين؟ يعني هناك تقارير دولية توضح الجاني، هناك تقارير دولية ترصد أعداد كبيرة من الذين انتهكت حقوقهم سواء تقارير دولية أو محلية، ويعني لا نجد أي ضغط حقيقي لأي طرف في يعني حماية هؤلاء المدنيين أو مراعاة قواعد يعني الحقوق الإنسانية في الحروب. عجز المنظومة الدولية في حماية المدنيين ليس وليد اللحظة، وعجز قديم موجود في كثير من الانتهاكات التي تمارس في العالم. حقيقة أن الضغط يجب أن تمارسه الدول ذات النفوذ على المنتهكي حقوق الإنسان أو الأطراف المنتهكة لحقوق الإنسان في اليمن. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك دور فاعل للدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وأيضا أعتقد أن هناك يجب أن يكون دور للدول الـ19 الداعمة للعملية السلمية في اليمن. أعتقد أن الضغوط التي تمارس على التحالف أكثر بكثير جدا من الضغوط التي تمارس على الحوثيين وعلى لماذا؟ نعم، كدولة إيران. لماذا برأيك أستاذ هاني؟ يعني فعلا هذا ما نلاحظه، هناك ضغوط كبيرة على التحالف، وهناك يعني ملاحظات كثيرة رغم تساوي ربما طرفين، أو يعني ربما زيادة الحوثيين في أشكال الانتهاكات وأنواعها، ولا نجد مثل هذا الضغط على ميليشيا الحوثي كما هو على التحالف. دعينا نقر أولا أن مجلس حقوق الإنسان هو مجلس للحكومات وليس مجلس المنظمات والشعوب. من يتخذ القرار في مجلس حقوق الإنسان هي الحكومات. دور المنظمات والـ NGOs ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم هو دور مكمل وليس ذات فعالية حقيقية في مجلس حقوق الإنسان. يظل الدول الأعضاء هي صاحبة القرار لأنها من تمتلك حق التصويت. وهنا نكتشف أن كل دولة ستحرص على مصلحتها، ستحرص على أن تبتز بعض الدول في سبيل ما يمارس ضد حقوقهم. نعم، اتضحت الفكرة. نعم، إذن شكرا. مجرد ابتزاز، وبالتالي الدول عندما ندعي دفاعية عن حقوق الإنسان إنما هو أعتقد أنه من مجرد حديث ليس له أساس على الواقع. الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تحرص على مصالحها، لأن كما قلت لك وضحت الفكرة للحكومات. نعم، أستاذ هاني الأسودي رئيس منظمة حقي للدعم الحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. عودة أخيرة لك أستاذ براء، لو تحدثنا عن تقرير أو إدانة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحالف ودعوته لشفافية التحقيقات اليوم في جنيف، ما رأيك بمثل هذا التصريح؟
مرة أخرى أنا أعتقد أولا المفوضية أو المجتمع الدولي عندما يضغط على التحالف، طبعا أحد الأسباب الرئيسية أن التحالف حكومات ومؤسسات رسمية، بينما جماعة الحوثي ميليشيات. يعني باختصار أنت لا تستطيع أن تضغط على ميليشيات، لأن هي بطبيعتها بطبيعة تشكيلها هي تقول أنا خارج القانون. هي أصلا لو كانت ملتزمة بالقانون لما كانت في 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 هذه الحالة المنفلتة التي هي فيها الآن. المفوضية للأسف أنا أعتقد أنها أقحمت نفسها في خصومة مباشرة مع التحالف، كون أن لديها موقف أصلا من وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وهذا انعكس على الوضع داخل اليمن. فلذلك بان بشكل يعني ظهر بشكل واضح ان هناك ضغط كبير على التحالف، ولكن ليس هناك ذات الضغط على جماعه الحوثي. النقطه الثانيه والمهمه ان مجلس حقوق الانسان وتحديدا المفوضيه تعتقد ان من مهامها انهاء الحرب في اليمن، وهذه مهمه قد تكون سياسيه وقد تمتد حتى الى ان تكون مهمه عسكريه. وأغفل الجانب المهم، وهي أنه دوره أنه يحاول أن يضغط في الاتجاه الحقوقي، سواء من ناحية التقارير أو من ناحية التحقيقات التي تتم. فهناك تصور لدى كثير من المنظمات الدولية أنه فقط إذا ضغطنا على التحالف العربي وضغطنا على المملكة العربية السعودية بالانسحاب سوف تنتهي هذه الحرب تلقائيا. وأنا نعم. بتقديري هذا تصور بسيط ومبسط وسطحي جدا للمشكلة اليمنية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك البرا شيبان الناشط الحقوقي والسياسي، كنت معنا عبر سكايب من لندن. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.